29. هذه القمة اليوم في أذربيجان هي امتداد بالطبع لآخر ثلاث قمم إذا استطعنا القول من القمة كوب 26 الذي عقد في غلاسكو، وحتى الوصول إلى كوب 30. هذه الأربع مؤتمرات للحوار حول المناخ. قمة أذربيجان اليوم هي سميت بقمة التمويل، وموضوع التمويل هو على أهم المواضيع التي يتم الآن الحوار ونقاشها مع جميع بطبع الدول المشاركة. وبطبيعة الحال يعني لنعود بتذكير على الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه العام الماضي بكوب 28 الذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت لأول مرة يتم الاتفاق كل دول مشاركة على تحييد الوقود الأحفوري من جميع يعني معدلات الطاقة للوصول إلى الحياد الكربوني. وهذا كان بالفعل اتفاق تاريخي، لم يسبق منذ كوب 15 لم يتم الاتفاق على شيء من هذا القبيل. ولكن أيضا تأسيس صندوق للتمويل، بما أننا نتحدث عن التمويل، تم تأسيس العام الماضي صندوق الترا للتمويل المناخي من قبل دولة الإمارات برأس مال 30 مليار دولار أمريكي. فاليوم في باكو نتطلع إلى زيادة هذا الرقم للوصول إلى 100 مليار دولار أمريكي لتمويل ما يحدث من أضرار وخسائر في الدول النامية بسبب طبيعة الحال المناخ، وأيضا دفع الدول القادرة على دفع تمويل أكثر لمساعدة الدول النامية المتضررة من جراء ما يحدث الاحتباس الحراري. دعونا نستقبل